اللهم يا من على العرش استوى، يا من خلق فسوى وقدر فهدى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى وأوجد وأبلى ورفع وخفض وأعز وأذل وأعطى ومنع ورفع ووضع، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار، يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار وأحيا الضمائر والأفكار، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء المستغيثون المستجيرون الوجلون المشفقون المقرون المعترفون بذنوبهم، نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه، إلهنا إلهنا لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، إلهنا إلهنا ذكرك قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وروح الحياة وحياة الروح، تبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب.